الاتحاد بعد كده ان شاء الله. اهم حاجه النيه، الفيجن والنيه اللي انت جاي تشتغل بيها جوه الاتحاد، لان هو دي اللي بتحل كل المشاكل وبتخلي الشغل اللي هو احنا بنعمله جنب دراستنا اسهل كتير. زي ما انت عاوز. Spirit without limit. EBSF, receive my word. Source of happiness. تسكوت استبحب. It's where our souls belong. EBSF فعليا هو مناخ رائع جدا وانفايرومنت رائعه جدا تخليك تكتشف امكانيات وقدرات موجوده عندك، وبناء عليها تبني مستقبلك هيمشي ازاي في الفتره الجايه. فماي ريكومنديشن لاي حد في الاي بي اس اف دلوقتي، اشتغل على قد ما تقدر عشان تجرب نفسك على قد ما تقدر وتكتشف امكانيات وقدرات موجوده عندك على قد ما تقدر. I adore EBSF. تاني حاجة اتعلمتها الاتحاد الأفكار العظيمة هي اللي تتعمل على أرض الواقع. عمر ما الأفكار العظيمة هي اللي تفضل في دماغ الناس. ده ممكن تفكر فكرة عظيمة وهايلة ومحدش قبل كده عملها، بس طول ما هي في دماغك ليجاسي. فترة الاتحاد دي من أحلى الفترات اللي في حياة أي شخص، فاستغلوها على قد ما تقدروا. يعني اهم حاجه في حياتي واحلى حاجه في حياتي بالنسبه للرساله اللي عاوز اوجهها لميمبرز اي بي اس اف، انا اقول لهم حاجه واحده بس مش هيحسوها غير بعد ما يتخرجوا، ان انتوا كبار قوي في نظر اي حد خارج كوميونتي اي بي اس اف. هتجربها. Egyptian Pharmaceutical Students Federation. Since 1982, pharmacy is our passion.